أدى كثير من العادات حقيقة بالمجتمع احنا اللي سهل انتقال الفيروس، انتقال الفيروس بالملامسة حقيقة، ممكن بالسعال، بالرذاذ، بالمصافحة، يعني بالتماس المباشر. واحنا عندنا كثير من الفعاليات، الزيارات الدينية، المناسبات، العزاء، نشاطات بالضبط. الزواج، عندنا طبيعتنا احنا كبشر. بس حالة واحدة حسب ما فهمنا اللي حاليا حقيقة المكتشفة واحدة، بس قد تكون اكو حالات اكثر حقيقة، لانه في فترة الحضانة وممكن تكون يعني تظهر في الايام القادمه. وبالتاكيد هي من تظهر حاله راح تظهر عده حالات اكثر. واليوم حقيقه حتى الدول اللي هي عندها امكانيات صحيه هائله وعندها نظام دقيق جدا ونظام مراقبه جديد شديد جدا، ايضا ظهرت بها حالات في معظم دول العالم، في اوروبا، في امريكا، في دول عربيه.